إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، بوب الإمام النووي بقوله: باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. الإنسان يحلف، والحلف بالله طاعة وقربة إلى الله، لأنك تعظم الله جل في علاه وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم الآمر بالحلف بالله والحالف بالله. ولكن هذه الطاعة حتى تحصل لابد من الحذر من الإكثار، لأن الله يقول: واحفظوا أيمانكم. وبالتالي نحن نتقرب إلى الله بالحلف بالله، ولكن من غير إكثار. فبعض الناس من الصباح إلى المساء وهو يحلف، وإذا تكلم معك كل دقيقة يقول لك: طب احلف احلف. وهذا كله على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحلف بالله طاعة من غير إكثار، حلف بالله طاعة من غير إكثار. الآن ننتقل إلى أمر آخر، لا أريد أن أتكلم عن أقسام اليمين، ننتقل عمن يتقصد الحلف بالله كاذبا والعياذ بالله، فهذا يسمى يمين الغموس، لأنه يغمس صاحبه بالنار. يحلف بالله كاذبا، أي عامدا متعمدا الكذب، فهذا يمين غموس يغمس صاحبه بالنار. لا نتكلم عن إنسان حلف بالله وأخطأ، فعلى خلاف بين العلماء عليه كفارة يمين أم ليس عليه كفارة، ومن قال على ليس عليه كفارة قالوا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال عموم المقتضى رفع المؤاخذة والإثم. هذا أمر سهل، لكن الآن الوعيد في حق من يتقصد الحلف بالله عامدا متعمدا كاذبا. نسمع الأحاديث الواردة في ذلك، وتظهر معنا الحكم في هذا الزجر الوعيد لمن حلف بالله عامدا متعمدا كاذبا. يلا عبد الرحمن. باب تغليظ اليمين الكاذب عمدا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. انظر، هذا الحديث ذكر الذي يحلف بالله كاذبا ويأخذ حقوق العباد. فإذا فهمنا حكمة مهمة، وهي أن كثيرا من الحلف الكاذب يقود إلى أخذ حقوق العباد.
ما هو الوعيد في حق هذا الشخص؟ ما هو الوعيد في حق هذا الشخص؟ يلقى الله وهو عليه غضبان. أنت تتلذذ وتفرح أيها المسلم أيها الموحد إذا قيل لك سيلقاك سلطان أو مسؤول، تفرح وتسر. فكيف إذا علمت أن اللقيا مع من؟ مع الله جل في علاه، ولله المثل الأعلى. فعندها ماذا؟ لكن المفاجأة هنا أن الله يلقاه وهو عليه غضبان. لما؟ لأنه حلف بالله كاذبا وأخذ حقوق العباد. الله أكبر، وعيد شديد جدا. أنت تبحث عن لقيا الله لك فتسر وتفرح وتنزل عليك الرحمات، ولكن الأمر بسبب ذنوب هذا الشخص وأنه من أهل الحلف بالله كاذبا يلقى الله وهو عليه غضبان حيث أخذ حقوق العباد. شوف الحديث الثاني. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلب الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. نعم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. ما معنى بيمينه؟ ما معنى بيمينه؟ نعم، هذا هو تفسير الإمام النووي، أنه حلف ماذا؟ حلف بالله ليأخذ حق غيره. طيب، ممكن يكون هذا الحق شماله شيء يسير، ممكن يكون هذا الحق شيء يسير، ومع ذلك قال: وإن كان قضيبا من أراك. وإن كان قضيبا من أراك، طبعا هناك من قال بيمينه أي بيده اليمنى، لكن هنا النووي وغيره يرجح أن اليمين هو اليمين بالله. انظر إخواني في الله، حقوق العباد وإن كان شيئا يسيرا. عود إراك، إيش الإراك؟ له السواك. تحلف بالله لتأخذ حق غيرك وإن كان سواكا، يتوعد هذا الشخص بالنار. أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. وحقوق العباد مبنية على ماذا؟ حقوق العباد مبنية على ماذا؟ المشاححة. على المشاححة. ما معنى المشاححة؟ أنت نفسك، ما معنى المشاححة؟ أنه بحاجة إلى أي مساعدة. المطالبة. حقوق العباد يوم القيامة مبنية على المطالبة، حتى في الحياة الدنيا مبنية على إيه؟ على المطالبة. بينما حق الله مبني على المسامحة. فلذا إخواني في الله، أنت في الحياة الدنيا كن دائما مظلوما، أما لا تقول والله أخذت حقي. هاي كلمة أخذت حقي انساها. لما؟ لأنك الآن حقوق العباد أصبحت مطالبا، لأنك آذيت فلانا. يعني فلان بدي على فلان ينعمة، فلان بدي على فلان ينشل، هذا ذنوب ومعاصي وآثام. لا، ما هو دعا علي، ما دعاش علي. المهم له الآن حق عندك، الآن أنت إلك حق، ما لكاش هذا موضوع آخر. المهم أنت ثبتت حق له عليك،
دعوت عليه بالشلل بالعمى بالرسوب بالفشل، إله الآن صار حق عندك، ثبتت حق إله عندك، هات يوم القيامة فكها عاد. أنت بتثبت إيه ضربني أنا ضربته، إذا إله حق عندك ضربته، أنت له حق عندك، أنت أبوه لست بأبيه، هل أنت ولي أمر؟ لا لست بولي أمر. إذن إله حقوق عباد عندك، حقوق يوم القيامة مطالبة على المشاححة. شوف الآن الإنسان كم حتى يقاد من الشاء القرناء، من الشاء إيش؟ الملساء اللي ما إلها قرون. يا جماعة احذروا حقوق العباد، احذروا إيذاء العباد. تجار في بعض بحاربوا، فلان شو بدي أكسر فلان، صفر الله العظيم. إذا أنت له حق عندك الآن، تقول أريد أن أكسر فلانا، أريد أن أطلعه من الصنعة، إذا له حق عندك الآن، ثبتت له حق عندك. مسألة حقوق عباد، أنا أتاجر وأقصد الربح، إذا قصدت إيذاء غيري بدأ الآن الإثم يسجل، بدأ إيش الآن الأمر شو ماله؟ له حقوق عباد. طالب علم، تريد أن تطلب العلم لتصرف أنظار الناس إليك، وتريد أن تصغر فلانا، تريد، انتبه، قاعدة الأمور بمقاصدها من قواعد الشريعة الكلية، تنبه. جار يريد أن يؤذي جاره، قصد، ثبت حق لجاره عليه. ابن يريد أن يؤذي أمه أو أباه، ثبت حق، كبائر عقوق. انتبه، سامين الحديث، حقوق العباد وإن كان شيئا يسيرا، شو الشيء اليسير؟ عود إراك، أوجب الله له النار، أوجب الله له النار. أنا شو هدخلني في حقوق العباد؟ أنت تقود في سيارتك، أحدهم يشتمك، ظلك ماشي، تشتمه، ثبتت حق له عليك، ما هو شتمني، طب أنت ثبتت الآن هس في حقوق مفاصلة وكذا. أما بس تيجي يوم القيامة إلك حق عنده، بس هو ما إله حق، بتقول سيقضي الله بين العباد، ها تدخل في القضاء عاد بين العباد لا أنك تذهب بين يدي الله ولك حقوق. شتمت؟ نعم. شتمت؟ لا أنا ما شتمت. إذا ما حدا بيطالبك الآن، ما حدا بيطالبك. أنا انظلمت سأظلم، معناته إيش؟ تثبت حق على غير. انتبه، هاي موضوع المعاملة من جنس على الغالب ما بتزبط معك. وين عبين ما تحصل حقوقك وتحصل، انتبه الأمور صعبة. فيا جماعة تنبهوا إلى هذا الشيء الذي يحتاج إلى نظر. طيب شوف الحديث التالي نسمع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. نعم، انظر، سمى اليمين الغموس من الكبائر، سمى اليمين الغموس من الكبائر. إذن الأمر جد خطير، الأمر جد خطير، لأن الشرع سماه من الكبائر. الكبائر إخواني في الله هي من أعظم الذنوب، الشرك من الكبائر. ف
فإذا أردت أن تقول أعظم الذنوب الشرك، بعدين تبدأ تذكر الذنوب التي هي من الكبائر. نعم، بعض العلماء جعل البدع واعتبر البدع من الكبائر، لأنك تتقرب إلى الله بماذا؟ بمعصيته. صاحب الكبيرة يقر أنه عصى الله، بينما صاحب البدعة يعصي الله ويعتبر هذه المعصية إيش؟ قرب إلى الله. إذن لنفرق بين الأمرين إخواني في الله. فبعض العلماء قال أعظم الذنوب ماذا؟ الشرك، ثم البدع، ثم الكبائر، ثم الصغائر. طب بعدين طيب الشيطان ماذا يريد أن يوقعك؟ حاول يوقعك في الشرك، قال لك مش راضي يقع في الشرك، نوقع في البدع. ما وقع في البدع، نوقع في الكبائر. ما وقع في الكبائر، نوقع في الصغائر. ايه ما وقع في الصغائر، لا بيسيبك. هل يتركك الشيطان؟ لا يتركك ولن يتركك. الان شو بيه بنتقل معك لايش؟ تقديم المفضول على الفاضل. اه الان لسه قبل ترك النوافل بيجيك بيشغلك بطاعة، زي ما قال اخونا هون يجعلك تترك النوافل بشكل عام. انت ايش بتصوم اثنين وخميس؟ يا رجل ظل حدا بصوم اثنين وخميس وهيك انت اترك. بدك تصوم شعبان؟ جايك شعبان، وشعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله وتتقرب إلى الله، اترك. ما في داعي صوم في شعبان، صوم لك يوم يومين وخلص. لو نصوم شعبان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان. شو يعني بدك تصوم لك 20 يوم وأكثر؟ لأنه أنا طول السنة بصوم اثنين وخميس، الآن بدي أصوم 20-25 يوم في شعبان. يا رجل، فيبعدك عن صيام شعبان. طب ما زبطت مع الشيطان، فماذا سيفعل بك؟ بيجي هون إشغال بالمفضول عن الفاضل، يعني بخليك تعمل طاعة لكن على حساب لا تترك طاعة أخرى أحسن منها. قد تكون نعم ترك فريضة، ما هي الفريضة لا آثام، لا ترك طاعة أخرى أفضل منها. العلماء يقولون أفضل العبادات بعد الفرائض هي طلب العلم. أقرب ما تتقرب إلى الله عز وجل من الطاعات بعد الفرائض ماذا؟ طلب العلم. فإذا الشيطان أشغلك عن طلب العلم بطاعة أخرى، فهنا إيش نجح. مثلا مين بعطيني يشغلك بطاعة عن طاعة أفضل منها؟ من يعطيك الشيطان يشغلك بطاعة عن طاعة أفضل منها في الأخير؟ لا هذا ممكن يجمع سهل، هذا ترك. احنا بنقول اشغال في نفس الوقت، يعني ايش اشغال؟ انه بكون في نفس الوقت، فبخليك ايش تنشغل بالبطاعة عن طاعة اعظم منها. تفضل شيخنا الله يكرمك. الشخص بكون يدعو لله عز وجل، يترك الدعوة لله عز وجل تدريس الناس مثلا، وينشغل بتوزيع الصدقات على الفقراء او أحسنت. هذا مثال يضرب أهل العلم، وهي أنه شخص مثلا طالب علم يستطيع أن يدرس الناس ويعلمهم ويخطب الجمعة أو يقيم دروس، فيأتيه الشيطان يقول له
انشغل الآن بالعائلات والفقراء والمساكين. وهو أمين وثقة، لا يخش شيئا إلى جيبه، ودقيق. تعال أعطي درس، والله عندي توزيع صدقات. تعال احضر درس، عندي توزيع صدقات. فلذا قال هناك من أهل العلم، قالوا طبعا قصة تذكر لكن الآن مش مستقر في ذهني مين اللي ذكرها. المهم فقال أحد العلماء فقد تلاميذه في الدرس، قال أين كنتم؟ قالوا انشغلنا بتوزيع الصدقات عن الدرس. قال توزيع الصدقات خير، ولكن ليس لهذا أعددتكم. ليش؟ لأن توزيع الصدقات أي واحد بيسد عنك، لكن طلب العلم والتدريس والتعب والسهر والقراءة والكتاب والتلخيص وتدريس الناس العلم النافع، مش أي واحد إيش بثبت في هذا الطريق. فإذا تنبه، هذا مثال جميل جدا. مثال آخر بدناش تقعد تتحذر كثير، يعني حاول أعطي مثال لها. تفضل. شخص يصوم نافلة ثم عند المغرب لا يذهب إلى الجامع، يبقى يأكل، يلهيه الصيام عن الذهاب للصلاة. نعم، لكن الراجح أن صلاة الجماعة واجبة. فهنا يذكر مسألة لكنها هذه عظيمة، وهي أنه بحجة أنه صائم لا يشهد صلاة المغرب جماعة، وهو قد صام إيش نافلة. هذا شيء أشد، برضو مثال جميل، لكنه هذا على من لا يقول أن صلاة الجماعة واجبة، ومع ذلك مثال مقبول جيد. ثلاث. إنسان يريد أن يبني مسجد، يأتي الشيطان يقول لا، أن تصدق على الفقراء ولف على الفقراء، طواف على الفقراء أولى طواف. نعم، إنسان يريد أن يعتمر، يريد أن يحج، يريد أن يبني مسجدا، يريد أن يشتري كتب ليطلب العلم، فيقول له الشيطان لا، ما بدل أن تبني مسجدا، بدل أن تعتمر، بدل أن تحج، حتى في بعض الصور، فماذا؟ تصدق على الفقراء والمساكين. وهو يستطيع أن يجمع، ولكن يريد أن يبعده عن العمرة. فإذا أبعده عن العمرة ضعف إيمانه، وبالتالي أصبحت الصدقات لا يخرجها أصلا. العمرة بمثابة الشحن، حمك الله، العمرة بمثابة إيش؟ الشحن. وبالتالي تعينك على الطاعات الأخرى. يعني مثال أحسن من هيك لكنه ماشي حاله، أفضل من هذا. تفضل. مشغله بقيام الليل عن صلاة الفجر ينام قبل الصلاة. نعم، هذا أيضا مذكور، وهو أن هذا الشخص يريد أن يقوم الليل لكنه لا يشهد صلاة الفجر في المسجد، أو حتى لا يشهدها أبدا، صلي بعد طلوع الشمس. شو مالك؟ والله أنا بصلي الليل، بصلي. طب الفجر؟ والله راحت علي نومه. اليوم لحاله؟ لا والله باستمرار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، من مداخل الشيطان. لكن هذا المثال أيضا عن واجبات وفرائض. فإذا وصل، لكن نتكلم إشغال بالمفضول عن الفاضل، إشغال بالمفضول عن الفاضل. ها المثال اللي ذكره، اشغال بالنافلة عن الواجبات، مثال جميل. بس ايش؟ اشغال بالنوافل عن ايش؟ الواجبات. ها فكروا، لأن الشيطان له مداخل كثيرة على طلبة العلم وعلى العباد. تفضل. صالف خروج في جنازة، مثلا تربية أولاد أو تأديبهم،
يعني ما بزبطش هذا، تربية الأولاد واجبات. يشغله هو بالعمل عن صلة الأرحام. أخونا بتكلم عن دوام من الفرشة للورشة، هذا اشغال بالمباح عن الفرائض. يعني كل أمثلتك الله يجزيك الخير كلها اشغال عن الفرائض. بقول لك يعني لسه موصلكش الخبر عن الهذا، بقول لك بالمفضول عن الفاضل. هذا اللي خلاه يترك الفرائض، هذا من القصر في ايش؟ الثاني اللي وقعوا بالحرام. فالشيطان له مداخل إخواني في الله. على مثلا إنسان يريد أن يتصدق صدق، بعدين معك عمو، بعدين معك. إنسان يريد أن يتصدق، هيك بدك تعطي المثال، يعني الصدقة واقعة، ما بدي تقول لي أشغله على القرآن عن الذكر، ما بنفع مثال. انتبه انتبه الآن، يريد أن يتصدق، الصدقة شو مالها؟ واقعة. الآن يجعل الصدقة في أقل مراتب مستواها. هو بده يطلع هالألف دينار صدقة، مش زكاة، ما بنحكي عن الزكاة الآن، بنحكي عن إيش؟ عن الصدقات. فبالتالي يختار الشيطان له أقل مكان للصدقة. مثال، يريد أن يجعل صدقة في المسجد 1000 دينار، تمام، فإذا به يجعله في الأشياء شو مالها؟ الكماليات في التعبير العامي أو الملح. ليش حطيت؟ والله أنا حطيتها تفرج هالجبصين ما أحلى، تفرج هالجبصين، حطيت لي 1000 دينار بالجبصين. احنا ما بنحرم الجبصين ها، ونجيز يعني ادخاله للمسجد يعني بسبب الرطوبة وما شابه، يعني مش باب الزينة ها. لكن في اشي اهم، هل يستوي صدقة من جعله في الجبصين مثل اللي جعله في اساس المسجد؟ الجواب لا. فلذا كان من فقه شيخنا الألباني كما حدثني الشيخ عزة خضر رحم الله الجميع، عزة خضر اللي غسل الشيخ الألباني، فعندما زرته في بيته، فطبعا لابد أن يذكر شيخه الألباني، فمما ذكره وعرضا جاء قال هذا المسجد الذي بجانبنا بناه أهل الحي، وممن قصد بالنفقة الشيخ الألباني. الشيخ عزة قدر كان قريبا سكنا من سكن الشيخ ناصر، يعني جاره. فقال فذهبت إلى الشيخ الألباني فقلت يا شيخ تعرف أننا بحاجة إلى مسجد ونجمع الصدقات. قال فأعطاني مبلغا، وأذكر قال 3000 دينار في ذاك الوقت. والشيخ الألباني كان ليس من المتوسعين في الدنيا، وربنا رزقه في آخر حياته بسبب مؤلفاته ما لم يحصله طوال عمره. فقال فأعطاني 3000 دينار وقال ولكن اجعلها في الأساسيات، في الأساس. انظر فقه الألباني، الصدقة حاصل حاصل، أنا دافع 3000 لكن وين؟ في الأساس. واحد الأساس، هل يقوم مسجد من غير أساس؟ جواب لا. لكن هل يقوم مسجد من غير جبصين؟ يقوم. يعني هذه تكميليات الجبصين. قل لي لا مهم يا شيخ عشان الرطوبة، ماشي ماشي أنا لا أنكر، بس هل تستوي مع الأساسيات؟ إذا هذا إيش اسمه؟ إشغال بالمفضول عن الفاضل. هاي ما بيقع فيها العلماء، هاي اللي بيقع فيها عامة الناس. بس بده يجي يتصدق مسكين، بخليه الشيطان يجعلها في أقل مستويات الصدقة، بس بده يؤدي عمره
بيأديها بأقل مستوى العمرة. حتى صلاة النافس صلاة بس يدي. وهكذا في عشرات الأشياء. فتنبهوا أن الشيطان يشغل بالمفضول عن الفاضل. بس هاي لمين؟ ما بتمشي على العلماء. ولذا كان العلماء يحتاروا في مسائل أيهما أفضل، ما بيحتاروا في حلال وحرام، أيهما أفضل، أيهما أفضل، أن أنشغل بالتأليف وأقلل الدروس أم أكثر من الدروس وأقلل التأليف؟ ما هو ما في مجال تكثر من هنا وتكثر من هنا. فاضل ومفضول أيهما أفضل؟ طب في التأليف أيهما أفضل؟ تحقيق المخطوطات تراث علماء المسلمين أنا أتصدى لذلك، أم أكتب بلغة العصر بما يفيد إخواني؟ أيضا على قولين. هون من أي باب الخلاف؟ فاضل ومفضول. شفتوا كيف الخلاف بين العلماء؟ أيهما أفضل؟ أن أبقى في الأردن مثلا أدعو إلى الله وأدرس وأعلم، أم أقبل دعوة الذين في الخارج في أمريكا وبريطانيا وتايلاند وكندا، وكل شهرين ثلاثة تلاقيني في بلد بغيب عنك أسبوعين ثلاث، أيهما أفضل؟ بصير الآن فاضل ومفضول. هذا الخلاف بين العلماء. وهكذا. طيب ما استطاع انه يوقعك في الفاضل والمفضول، ما شاء الله عالم انت، فيوقعك في شيء اخر، ما هو؟ ما هو؟ وهذا سهل، زيادة الطاعات حتى يثقل على الانسان ويترك الطاعات. هذا موضوع انه العجب يعجب في عمل. هذا بتحكي امراض قلوب. ده في شيء، هذا زمان مرقنا عليه، العجب والثقل والانقطاع والكذب. لا تسيبنا، هي ترك النوافل اللي بتحكوا عنه اسباب ترك الطاعات. لا احنا بنحكي شغله يفعلها هو يفعلها. الاكثار من المباحات. احسنت. الاكثار من المباحات، الاكثار من المباحات. بتلاقيه قال لك شو رايك نلتقي مع بعض العصر، نوكل ونشرب ونهش ونش ونظل للعشاء، لا بدنا نغتاب ولا بدنا نكذب ولا بدنا نسرق، بدنا نقعد من العصر لايش؟ للعشاء. واحنا ايش؟ نوكل. الاكل حرام يا شيخ؟ يا اخي الاكل مش حرام، بس انت قضيت الان 6 ساعات من العصر لبعد العشاء. العصر الساعة 4، العشاء الساعة 10. 6 ساعات انت قضيتهم في مباح. بنقعد مع هالولاد وبنقعد تحت هالمزرعة وهالشجر وهالابصر ايش، وعنا مسبح وعنا كرة وعنا. فهذا الشخص شو ماله؟ 6 ساعات في ايه؟ في المباح. شو رايك نخليها كل اسبوع؟ ها؟ والله ما هي حلوة؟ والله بتجنن المزرعة بتاعتك يا رزق، والله لو معي مصاري لأشتري لي مزرعة أنا الثاني برضو، أضيع كمان 10 ساعات إذا أنت 6 ساعات عندك. فهنا الشيطان شغال مع أهل الديانة، ها؟ الأكثر من ايه؟ من المباح. واللي مش مسويها اصلا ما هوش يسويها هاي الاشياء، مفلس. شو رايك نتأجر مزرعة ونقعد؟ وين حبيبي وين؟ شو نساوي فيها؟ نطلب علم؟ زي دعيت انا مرة الى مزرعة، قال شيخنا لابد تيجي انت. قلت والله انا مائل على هاي المباحات الطويلة بالساعات وكذا، يعني ممكن انا اخذ المرة والاولاد ساعة زمن هيك وبرجعهم. قال لا، احنا شيخنا، احنا طلبة علم ومشايخ واخوة، وبدنا نسمع لك، واحنا جايبين نسواننا
ويسمعوا لك وكذا وإشي ومزرعة يعني يا سيدي لن نقع في هذا الفخ وهو الإكثار من إيش؟ من المباح. سنذهب معلما ومدرسا. الله رحنا أول إشي الطريق قعدت ساعة ونص عبين ما وصلنا، قعدنا إيش؟ قريب الساعة ونص عبين ما لمينا حالنا وجمع ومشي وإشارات ووقف وكذا وانزل على الغور وجي وحط وصلنا بعد ساعة ونص فعلا جايبين نسوانهم جاي. يلا شيخنا درس. بلشت أدرس بلشوا يتثاوبوا. ما درست نص ساعة، ما فيش نص ساعة شيخنا بدنا نجهز الأكل بس بعد إذنك، يعني الدرس مع السؤال مع الجواب كله ما وصلش نص ساعة. جزاك الله خيرا يا شيخ. يلا شباب شك اللحمة وشك قعدوني للساعة 3 في الليل. هذول طلبة علم للثلاث في الليل. وصلت على الدار طبعا شريطة ما قدرتش انام، اذا بدي انام راح الفجر. انا مستو على الاخر. طبعا انا ما بسوق، وهم اخذوني بسيارتهم وردوني ورجعوني وصار ايش هذا طلب العلم. يعني طلب العلم قد ايش؟ نص ساعة و12 ساعة او 8 ساعات ايش؟ لهمة وشوي ولعب فطبل وقيم. طبعا الاولاد انبسطوا اللي معاي وصار ايش وقعتوني في الفخ. انبسط ابليس. ما بتصبح لاهل الديانه والاستقامه والاستجابه. بتقول لي الشيخ الالباني كان يطلع. طب شوف الشيخ الالباني تنو كان يطلع 5 ساعات، ساعتين على الاقل سؤال وجواب، وساعه درس ومفرق وغير. يخلي له ساعتين تنزه ماشي، اما ما في. وكمان ايه مره كلها بصر قديش. اما الان فخ الشيطان للعباد واهل الديانة والاستقامة وطلبة علم ايه الاكثار من المباحات في زمن الفتن. في زمن الفتن على كل حال يعني التوسع في هذا الموضوع. اهل العلم يقولون في زمن الفتن اول ما يوصون التقليل من المباحات وشهود الجماعات. طبعا الآن إخواني في الله لا نتكلم عن مسألة مهمة جدا فشقنا عنها لأنها ضمن الملحقات السابقة وهي مصيبة تعصف الأمة جميعا، ما هي إلا من رحم ربي، وهي الانشغال بالدنيا عن الطاعات. عنده همة إيش؟ للدنيا. أي ساعة بتروح على الدوام؟ على 8. امتى بتخلص؟ على 6. من 8 الى 6 شو شغال؟ ايش للدنيا. اوه ممتاز. طيب شو قرأت؟ شو طلبت؟ شو سويت؟ الان بيجي كلام كل انشغال عن الطاعات والفرائض وارتكاب المنكرات. روح زور ارحامك. والله ما عندي وقت لانه دوامي شو طويل. روح ضل لك درس بين المغرب والعشاء. لا والله ما في مجال. ليش؟ دوامي ايش؟ طويل. روح زور اخوانك في الله. لا ما في مجال. ليش؟ لانه دوامي طويل. طب روح اقرأ يا شيخ كل اشي الا ايش؟ الا القراءة. لانه انا من اول صفحة شو بصير فيي؟ بنام. ما بنام على طول يا رجل. دوامي شو مالك انت؟ ايش بدك مني يا شيخ؟ تضربني؟ اسهل ما تقول لي ايش؟ اقرأ. اقرأ هيك بتعذبني؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فبش بس انشغل بالمفضول عن الفاضل وعن هذا، انشغل عن الفرائض وقع في المحرمات. والادهى والامر يا جماعة انه يصاب بمرض. ما هو المرض؟ بمرض. ما هو؟ الكسل عن الطاعات. يعني لو عنده وقت ما بيخليه في الطاعات. عندك وقت تقرأ؟ اه والله عندي وقت. بتقرأ؟ لا والله ما بقرأ. لا اكذب عليك؟ لا متبرر من اكذب عليك اقول لك بقرأ؟ كأنه يعني انه تهمي علي يعني انه الاخ
يعني عنده وقت لكن شو ماله؟ مش ممكن يقرب القراءة. عندك وقت؟ بس مش ممكن اصل ارحامي. عندك وقت؟ بس مش ممكن ايش؟ انا مستعد اقعد على كرة القدم ساعتين، ادي ساعتين، لكن من اجل الدين لا يمكن. فاذا يا جماعة الان بدناش نخرج عن موضوعنا، وهي موضوع ان من حلف بالله، من حلف بالله كاذبا عامدا متعمدا فهو من اهل الكبائر، وهو يمين غموس يغمس صاحبه في النار. الان جاء الان التحذير من الحلف بغير الله، وان تحلف بالله كاذبا، وظهر معنا في الدرس الماضي ان تحلف بالله كاذبا اهون واقل اثما من ان تحلف بغير الله صادقا. فشوف التبويب التالي، اسمع. اقرا يا احمد. باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفره عن يمينه. إذن هذا مدرسة، أنك إذا حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها فأنت مطالب بماذا؟ أن تكفر عن يمينك وأن تأتي التي خير. من يعطيني مثالا؟ حلف على يمين ثم تبين غيرها خيرا منها. واحد حلف ما يزور عمه، بعدين تبين له أن زيارة عمه من الواجبات، كفر عن يمينه وزار عمه. نعم، إنسان حلف أن لا يزور عمه فندم إنه هذا قطيعة رحم، فهذا مطالب أن يكفر عن يمينه وأن يزور عمه. يجوز زيارة العم بعدين كفارة اليمين، ويجوز قبل، لأنه في روايتين، فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير، وفي رواية فليأتي التي هي خير وليكفر عن يمينه، يعني جائز الأمرين. مثال ثاني حلف ألا يتصدق على شخص معين ثم رجع عن يمينه. نعم، حلف ألا يتصدق على فلان ثم ندم، فهذا يكفر عن يمينه ويتصدق. مثال ثلاث، حلف أن لا يكلم جاره ثم رجع عن يمينه وكفر. أحسنت، هذا مثال مشتهر، أنه حلف أن لا يكلم فلانا جاره رحمه أخاه صاحب الدكان، فليكفر عن يمينه وليكلم جاره أو أخاه. أحسنت، مثال عملي كثير هذا. أربعة، ما احنا بنقول لك شو هي الطاعة. يلا مين يساعده؟ من يساعده؟ حلف الا يحضر الدروس. واحد، تعال احضر الدرس. والله انا حالف يمين مدام فلان في الدرس ما بحضره. مدام فلان في الدرس ما بدي حالف يمين. الواجب ايه؟ كفر عن يمينك وليأتي التي هي خير. حلفت الا اكل من طعام فلان، كفر عن يمينك وقت الذي يخير. نسمع الحديث. عن عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذا وكفر عن يمينك، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. الناس حافظة بدها صوم 3 أيام، لا، هذا للعاجز عن كفارة اليمين. طب قديش نطعمهم؟ زي ما بتوكل، ما في نقد، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أفضل. وجبات جاهزة، وجبات جاهزة، أودي له رز وجاج؟ لا، بدك تعطيه جاهز. الأمر الآخر، بدك تضمن إنه إيش أكل، كيف؟ من غير ما تحرجه. في طبعا أفضل طريقة إنك تجيبه عندك، فبتكون شايفه وبوكل. يا شيخ دول ما صغيرة وغلبة، وديله الأكل اللي عنده، لكن تأكد أنه أكل، لأنه كفارة اليمين بس، مش أنك تودي الطعام. بده إيش؟
ياكل. طب كيف بتاكد؟ سهل. كيف هالاكل؟ بالله يطمنا بس لا تاخذناش عشان هالمطعم يعني بدنا نقيمه او ما شابه، جيبها باسلوب غير مباشر. نعم بدنا نقيمه بس انت ما بتحرجه هيك. والله كيف كيف بالله عليك شو اكلت انت؟ كيف الاكل؟ بصراحه والله طيب، والله بصراحه ما مديت ايدي على الاكل. ايه بعد واحد هذا ما انحسبش. اها، لذا انس رضي الله عنه كان فقيها رضي الله عنه، ففي كفاره الصيام انا ياتي بالفقراء الى بيته. لكن انس كان يسكن في قصر، هي البيت الواسع هاي من نعم الله يكون مكان لانطلاق الطاعات والقربات. هنيئا لمن كان في ايام الكورونا جزاهم الله خيرا، في ناس فتحوا بيوتهم لاستقبال دروسنا، يعني وراحوا سهلوا في منه هالآن حتى بيحضروش عندنا دروس. قلت سبحان الله في ذاك الوقت كم من اجور حصلوا. قابلت احدهم قبل يومين فتذكر، قلت جزاك الله خيرا ايام الكورونا، فتح بيته بيت واسع جدا وجزا الله خيرا، اكرم الاخوه، راح ذبح خروف وذبح لهم وزع عليهم مناسف لحمه وكذا وشيء، يعني رجل موسر وكريم وصاحب دين. اجور بيتك يكون مناره للطاعات. اسمع الان الحديث التالي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. حديث ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني والله ان شاء لا احلف على يمين ثم ارى خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يلج احدكم في يمينه في اهله، لان يلج احدكم في يمينه في اهله اثم له آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. نعم، أي لا تتمادى، وجدت خيرا منها لا تتمادى. وهذا معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعل اليمين مانعا لك من الخير، من عمل الخير، وتكفر عن يمينك. وليس معناها لا تحلف بالله واحلف بغير الله. بقيت المسألة التي ذكرناها في بداية الدرس، وهو أن الشرع عفى عن اليمين اللغو، أي اليمين الذي يخرج من غير قصد على اللسان، ولكن قلنا لابد لهذا الشخص أن يحفظ يمينه، بمعنى لا يكثر من الحلف. الحلف بالله طاعة لكن من غير إكثار. نسمع. أيوة. باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة: لا والله وبلا والله ونحو ذلك. إذن الآن اتضح أن اليمين يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو يمين الغموس، وهو أن يقصد أن يحلف بالله عامدا كاذبا. اثنين، وهو يمين اللغو، وهو أن يجري على اللسان من غير قصد، فهذا لا كفارة فيه. ويمين الغموس لا كفارة فيه. فبعض الناس يقول يعني ما في كفارة يا كويس؟ لا كفارة، لأنك ارتكبت ذنبا أعظم من أن يكفر. أنت من أهل الكبائر، أعظم من أن يكفر. اليمين الثالث وهو يمين المنعقدة، أن تحلف وتقصد اليمين ولكن تجد غيرها خيرا منها، تكفر عن يمينك وتأتي التي هي خير. إذن يمين لغو، يمين غموس، يمين إيش؟ منعقدة. إذن نسمع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلا والله. نعم. الآن حتى لو كنت صادقا هل تكثر من اليمين؟ الجواب لا، وخصوصا في البيع والشراء. حتى لو كنت ايه
صادقا نسمع التبويب التالي، لانه بعض الناس بقول لك يا شيخ ما دام انا صادق بدي اظل احلف بدل المره ايش 100 امراه، لا هذا يتعارض مع قوله تعالى واحفظوا ايمانكم. الحلف شيء قليل نادر وبالتالي يعظم ويبقى في قلبك معظما. نسمع الذي يحلف في اليمين في البيع والشراء وهو ايه صادق، نسمع. انا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. انظر الحلف هاي تسمى عند الاصوليين صيغة عموم، ليش؟ الف واللام دخلت على الاسم المفرد. نعم الالف واللام دخلت على الاسم المفرد فافادت العموم، اي جميع انواع الحلف سواء كنت صادقا او كاذبا شو مالها منفقة للسلعة لكن ممحقة للبركة. فانا انزل على وسط البلد هنا عد ايمان ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا انا بحكي عن شيء اشاهده لانه انا ابن وسط البلد بلا فخر طبعا. فالايمان شو مالها باستمرار. فيا جماعة واحفظوا ايمانكم حتى لو كنت صادقا منفقة للسلع لكن ممحقة للبركة. نحن لا نمنع الحلف، المنع ايه من الاكثار. يعني لو حلفت لك مرة في اليوم، واحد قبل فترة بعد 3 أشهر حلفنا له يمين، كل 3 أشهر حلفت لك مرة، كل شهرين حلفت لك مرة في البيع والشراء. اما وين والله علي هالكذا، والله ما نرى هالكذا، والله والله بعنا بل. يا زلمة بتقعد معاه 5 دقائق بيحلف 10 ايمان، يعني كل نص دقيقة يمين. والله يا شيخ بعنا لغيرك هيك، والله يا شيخ علينا ملقى، والله يا شيخ والله يا رجل اتق الله فيا يا رجل، ظلكش تحلف اقول لك بطلت اشتري منك من كثر ما بيحلف. طيب شوف الحديث التالي. وعن ابي قتادة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف في البيع وكثرته، اياكم وكثرة الحلف. الحلف برضو ايه صيغة عموم، حلف كاذب ولا صادق اياكم. طب شو بسبب الحلف؟ فانه ينفق ثم يمحق. ينفق نعم بيعتك راح تمشي، راح يتشجع اللي امامك ايش يشتري، لكن راح تتفاجئ بشيء ما هو ايه انه ما في بركة. قل له صدقا حب يأخذ يشتري ما يشتريش، اما كل شوي والله بعناها هالقد والله عليها هالقد، حتى لفظ الجلالة بلفظها غلط، والله 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 لفظ الجلالة خطأ هيك، الله غير الله، بس تقول الله معناته حذفت حرف من اسم الله جل في علاه، الله غير الله. نسمع بعض الإخوة لغاية يقول والله، شو والله لا يجوز، والله في حرف، أنا اسمي سفيان برضه ينشا الحرف من اسمي تقولي سفيان، يا شيخ ما هو اسمك سفيان، يا أخي أنا مش سفيان أنا سفيان، فكيف تقبل أن تقول الله الله. لغاية الآن نرى بعض الشباب شو اسمك، اسمي عبد الله، كيف عبد الله أنت آثم، أنت عبد الله، الله لفظ الجلالة بدك تحط الحرف تبين الحرف، ما اسمك، اسمي عبد الله، تنادي عليه عبد الله، ما شو اسمك عبد الله، أنا عبد الله يفتح الله، لا يجوز، لابد أن تتنبأ أن هذا كل عبارات لا يجوز، لابد من لفظ الجلالة، من الألف في لفظ الجلال الله. ترضى اسمك سفيان؟ لا، فكيف ترضى أن تقول الله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا إخواننا جزاهم الله